بونسوار. بكره الثلاثاء 22 نيسان هو يوم الارض العالمي، وهو يوم لنشر الوعي والاهتمام بالبيئه، واللي بتحتفل فيه اكثر من 100 دوله، واللي بيمثل فصل الربيع بشمال الكره الارضيه وفصل الخريف بجنوبها. من صورة الجرافيتي رح بنتقل لأخبار الطقس ببعض العواصم العربية، وبرجع بكفي على لبنان. رح بلش من الرباط اللي عم تسجل الحرارة فيها 20 درجة، تونس 24، القاهرة 33 درجة، دمشق 27، بغداد 35، 25 درجة بالقدس، الكويت عم توصل الحرارة فيها لل 37، الدوحة 36، وبختم بالرياض 39 درجة. برجع على لبنان اللي طقسه ربيعي مستقر مكفي معنا بالايام اللي جايه، اما بكره الثلاثاء فالطقس عم بيكون غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بالحراره لتوصل اقصاها على الساحل لل 25 ادناها لل 14، بالجبل عم تتراوح بين ال 14 و 22، اما بالداخل عم توصل لل 25 درجه. كيف عم تكون الحرارة ببعض المناطق اللبنانية على الخريطة؟ ببلش من الشمال، عكار 21، 22 درجة بالطرابلس، الأرز 16، الكورة 24، بنزل على الهرمل مع 25 درجة، القاع 24، بعلبك 21 درجة، 23 برياء، جبال عم توصل الحرارة فيها لل 24، فريا 20 درجة، جونيو بعبدا 25، بيروت كمان 25 درجة مع طقس غائم جزئياً، زحلة 25، شتورة كمان 25، 24 بعنجر، 25 درجة بمشغرة، جزين ومرجعيون 24 درجة، رشية وبنت جبال 23، وبختم بالمناطق الجنوبية مع صيدا 24 وصور وقانا 25 درجة. كيف رح يكمل طقس الثلاث ايام اللي جايين؟ بكره الثلاثاء مثل ما قلت الجو غائم جزئيا مع حراره عم توصل اقصاها لل 25 ادناها لل 16، الرطوبه 67% وسرعه الرياح 16 كيلومتر بالساعه. نهار الاربعاء ارتفاع بالحراره لتوصل لل 27 درجه، الخميس كمان بكفي الطقس على هالشكل مع 28 درجه. مثل ما بلشت بالحديث عن يوم الارض العالمي، بالاخير بتمنى نوقف الاضرار اللي بتهدد الكره الارضيه والحياه عليها. بعتوا لنا صوركم على انستغرام وعلى فيوتشر تي في ابلكيشن، وانا بشوفكم بغير نهار وبغير طقس، بس اكيد بنفس الوقت.